أسعدتم مساء. بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم زيارة رسمية لموسكو، التقت خلالها مع كل من الرئيس الروسي المنتهية ولايته فلاديمير بوتين وخلفه ديمتري. أهلا بكم. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بعد لقائها نظيرتها الإسرائيلية تسيفي ليفني في القدس أنها التقت أو أنها تلقت تأكيدات من الزعماء الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن استئناف المفاوضات. في المقابل جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد الإسرائيلي قبل استئناف محادثة. وسألتم أوقاتا أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحا فلسطينيا واحدا من القدس الشرقية كان وراء الهجوم الذي استهدف المدرسة الدينية اليهودية في القدس وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين. القائمة الآن سياسيا، وأبدأ من رام الله مع السيد وليد عساف، يعني ألا ترون الآن كحركة فتح أن إصراركم على وضع الشروط أمام الحوار مع حماس والعودة للوحدة الوطنية يأخذكم شيئا فشيئا إلى يعني إلى بعد عن المشهد القائم في غزة، وبالتالي ابتعاد الوطن الفلسطيني الواحد عن الالتحام مجددا؟ أولا أستغل هذه المناسبة بتقديم التعازي. جورجيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وموسكو تعبر عن أسفها بشأن هذا القرار. الخارجية الروسية تصف قرار الناتو الخاص بإدانة موسكو بالمؤسف وتشيد بدور رئاسة الاتحاد الأوروبي في فض النزاع. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في القوقاز بطلب من جورجيا دون التوصل إلى أي تغييرات في مواقف الأطراف. روسيا وطاجكستان تؤكدان عمق علاقاتهما الاستراتيجية، وميدفيديف يحصل على دعم زعماء منظمة شنغهاي للتعاون للتأكيد على أهمية الجهود الروسية لحفظ السلام في القوقاز. السادسة مساء بتوقيت موسكو، ساعة إخبارية مفصلة من قناة روسيا اليوم، أهلا بكم. أعلن نائب وزير الخارجية الجورجي غريغول فاشادزي أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا بسبب اعتراف موسكو باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية أندري نيسرينكو قال سابقا أنه في حال قطع العلاقات. في سياق متصل أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن لا تؤدي استقالة الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف إلى وقوع أي مخالفات للدستور الباكستاني. وقال المتحدث باسم الخارجية أندري نيسرينكو أن روسيا تعول على عدم أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من حدث وتعليق. قال ديمتري راغوزين ممثل روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي أن وزارة الدفاع الروسية قررت تجميد التعاون العسكري مؤقتا مع الحلف حتى إشعار آخر من القيادة العليا في موسكو. قناة روسيا اليوم الناطقة بالإنجليزية التقت بممثل روسيا الدائم لدى الناتو ديمتري راغوزين وكان الحوار التالي. إذن مشاهدينا كنا مع نقل مباشر لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأبخازي سيرجي باجابش في إطار زيارته الأولى لموسكو بعد الاعتراف الروسي الرسمي بجمهوريته أو باستقلال جمهوريته، وقد تطرق فيه لآخر المستجدات السياسية على صعيد أزمة القوقاز الأخيرة والعدوان الجورجي على أوسيتيا الجنوبية. تحدث عن تهور السياسة الجورجية دائما في تعاطيها مع هذه الأزمة، وكانت تبحث دائما عن الحلول العسكرية بعيدا عن الحوار. نوه أيضا إلى الوحشية واللا إنسانية التي تعاملت بها جورجيا في عدوانها الأخير على عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفال. رايس ستزور المنطقة خلال الأيام القادمة، هل لدى إدارة بوش ما تقدمه على أعتاب مغادرتها وأيامها الأخيرة؟ لا شيء تقدمه رئيسي وإعلان الفشل الماحق لسياستها. مواصلة لتغطيتنا الخاصة للانتخابات الرئاسية الأمريكية وردود الفعل عليها، ينضم إلينا من واشنطن السيد منير الماوري الصحفي بجريدة الشرق الأوسط. سيد منير أهلا بك معنا في هذه التغطية للانتخابات الأمريكية، ونحن اليوم في اليوم الحاسم لهذه الانتخابات. آلية الانتخابات الأمريكية تختلف عن مثيلتها في العالم، هناك كما هو معروف التصويت الشعبي الذي يجري
تجري حاليا، وهناك ما يعرف بالهيئة الانتخابية. هل لكم أن تعطونا المزيد من التفصيل حول هذه الهيئة الانتخابية تحديدا، وكيف لها أن تحسم نتائج الانتخابات؟ دعني أبدأ معك سيادة الرئيس من أحد الملفات التي تشتد سخونة في الآونة الأخيرة، ملف القرصنة البحرية، وكما هو معلوم اليمن أحد الدول المتضررة من هذا الموضوع. ما هي رؤيتكم حول هذا الملف وتزايد السخونة حوله من الفترة الأخيرة تحديدا؟ أنا سعيد أن أتحدث مع قناة روسيا اليوم، والذي أنا أتابعها باهتمام، وبرامجها مقبولة ومسموعة. بالنسبة لأعمال القرصنة وما يحدث على خليج عدن أو في المحيط الهندي، شيء يؤسف له، لأننا تحدثنا مع أصحاب الشأن الكبير مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومن قبل 18 سنة ينبغي علينا أن نعمل على إعادة بناء الدولة الصومالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية. الماوردي وخان الخليلي وكان يا مكان وكان زمان وباب الحارة هي ليست أسماء لمسلسلات درامية، بل أسماء لحمامات تركية وديوانيات شرقية في بيروت تمثل ملجأ للراحة من صخب الحياة اليومية. أشكركم لطيب المتابعة وألقاكم عند رأس الساعة المقبلة في تذكير لأهم عناوين الأنباء. دمتم دائما بخير وإلى اللقاء. يا جماعة، it's the last news block with روسيا اليوم with my team, not with روسيا اليوم. هذه آخر نشرة إخبارية لقناة روسيا اليوم. بتمنى الخطوة الجاية تكون الأفضل، وإن شاء الله يا رب خطوة إلى الأمام. يا جيش تا يا جيوم تبيا يا جيش.